تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك المعظم وبدعم واهتمام من قبل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وصلت إلى مطار بورت سودان الدولي طائرة تابعة لشركة طيران الخليج تحمل مساعدات طبية وصحية عاجلة إلى جمهورية السودان الشقيق. وكان في استقبال الطائرة لدى وصولها السفير عبد الله ربيعة سفير مملكة البحرين لدى جمهورية السودان الشقيقة وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة السودانية. وأكد السفير أن الطائرة تحمل مواد طبية وإسعافية ومستلزمات وأجهزة طبية ضرورية سيتم توزيعها على المستشفيات لتعويض نقص المعدات في مساهمة إنسانية من مملكة البحرين لدعم الأشقاء في جمهورية السودان.